مرحبا بك عزيزي المشاهد، وأهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامجنا أنوار السحر. اليوم المناسبة العظمى والمأساة الأكبر والانعطافة المفصلية في تاريخ الإسلام، وهو استشهاد الإمام علي عليه السلام. طبعا هذه الحادثة، يعني قد يقول أنه كثير من الزعماء وكثير من الخلفاء قتلوا، يعني استشهدوا أو توفوا. يعني ليش مقتل الإمام واستشهاد الإمام علي يعد انعطافة كبيرة؟ حقيقة أن استشهاد الإمام علي عليه السلام هو انتهاء الفرصة الأخيرة لإصلاح المسار الإسلامي. أخذ مسارا يعني غير طبيعي بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام عليه السلام. كان خطا ماشيا بطريق معين بعد وفاة الرسول وبعد سقيفة بني ساعدة، وجد نظام سياسي آخر. طبعا هو لا يقول نظام سيء ولا لا أبدا، ولا نقول بأنه كانت هي مؤامرة، لا، نقول بأنها هو خط سياسي يختلف عن المسار. الرسول كان يسير باتجاه معين، والدولة الإسلامية كانت تسير باتجاه معين، وإذا فجأة تتجه إلى مسار آخر. طبعا هو من الطبيعي بعد وفاة الرسول العظيم عليه أفضل الصلاة وعلى آله السلام يتغير المسار، لأن الناس آمنوا بنبي وكان يحكمهم نبي، وكان يحكمهم إنسان عن طريق جبريل، عن طريق شيء منزل عن طريق القرآن. والآن هذا النبي وهذا النزول توقف، فبالتأكيد كان سيخلق تخلخلا كبيرا جدا داخل المجتمع الإسلامي. وذلك حصل. البعض من الصحابة ارتدوا، بعض من المسلمين، احنا نقول الصحابة لأنه يعني كل من عاش في زمن الرسول أو ولد في زمن الرسول. ما هنالك نظريتان للصحابة. النظرية تقول بأنه كل إنسان ولد حتى لو كان بيوم واحد في زمن الرسول، حتى لو لم يشاهد الرسول، يسموا صحابي. وهذه يسموها النظرية الواسعة للصحابة. وهذه نظرية يعني، وهذا أعتقد يعني في ملاحظات كثيرة. يعني شنو واحد باليمن مثلا أو واحد مولود وبنفس اليوم اللي توفى به الرسول، شلون صحابي؟ يعني شنو الصحبة؟ ولكن هناك الصحابة المنتجبين هم أولئك الصحابة الذين عاشوا وخالطوا الرسول وتأثروا به بشكل مباشر، وكان الرسول عند وفاته راضيا عنه. هؤلاء الصحابة يعني، وبالتالي هي هذه المقصود. بعضا من الناس الذين كانوا يعني محيطين بالرسول، وهم طبعا قليل جدا، يعني الردة حصلت في المناطق البعيدة، لم تحصل في المناطق القريبة. طبعا قد يكون البعض ارتد ولكن كان يخفي إيمانه ارتداده، وهم يسمون بالمنافقين يعني. وهؤلاء المنافقون هو الذين سمى، وهنالك سورة المنافقين يعني، وحددهم الرسول وأعطاهم إلى حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله الذي كان يعرف أسماء المنافقين. والبعض يقول 14، بعض يقول 15، بعض يقول 12، يعني هكذا، لكن هو المتفق عليه 14 شخصا. هؤلاء الذين أرادوا أن يقتلوا الرسول يعني، والحادثة معروفة وكلها كل مصادر، هاي ما بها من الصحابة يعني، ما يسمى بالصحابة يعني. ولكن الرسول قال للحذيفة اكتم أسمائهم يعني، وكانوا ذولا. وحتى أنه أقولها للمرة الألف، الخليفة عمر بن الخطاب كان يتوسل بحذيفة بن اليمان ويقول له أعطيني أسمائهم حتى لو أنا كرت منهم، أنا منهم، لأن يوم أنا سأقوم بفعل معين هذا. فكان يقول له أنا منهم يعني، فكان يبتسم حذيفة، قال هذا يعني سر من أسرار يعني، أوثقني فيها الرسول. ولذلك عمر كان ما يخرج بجنازة أي صحابي إلا عندما يرى حذيفة بن اليمان يسير بالجنازة، لأن لو كان حذيفة يسير بجنازة هذا المتوفي من الصحابة
فإذا هو مؤمن، إذا ما يصير فإذا هذا منافق. ولذلك هذه كانت قضية المنافقين يعني، بس مو تعمم يعني، لا شنو تعمم لكل الصحابة، لا هم نفر قليل ضال من الذين لم يدخل الإيمان إلى قلوبهم، وتقريبا هم حتى واضحين يعني، واضحين يعني، واضحين جدا يعني. ولذلك طبعا المسار الإسلامي كما قلنا انحرف، لا أقول انحرف بمعنى الانحراف السيء، انحرف بمعنى القضية الرياضية يعني، انحرف عن المسار. وبالتالي وجدت دولة مدنية بها مواطنين اسمهم المسلمين، يحكمهم أناس مسلمين يعني، وتطبق عليهم القوانين المدنية يعني، صح الشرع والشرع الذي يتحكم يعني، ولكن هذا الشرع أخذ جانبا مدنيا يعني، لم يكن جانبا تشريعيا. من الرسول كان يحكم بتشريع من الله سبحانه وتعالى، الآن التشريع توقف يعني، فكان الناس عليهم أن تسيروا على القرآن وسيرة الرسول، وهنا تجري الاجتهادات يعني والاختلافات في التفسير القرآني. كان في زمن الرسول هو اللي فسر القرآن، لا أحد يجتهد على تفسير الرسول. الآن من توفى الرسول لا يعني، كان عليهم أن يفسرهم، وأيضا حتى حياته كان يجب أن يفسروها هم يعني. ولذلك ظهرت اجتهادات، هذه الاجتهادات هي التي أدت إلى وجود وجهات نظر، وجهات نظر قد تكون تقاطعت، ولكن المسلمون الأول كانوا حريصين جدا على أن لا يحمل السيف في هذا التناقض. ولذلك مثلا أبو سفيان عندما ذكرناه في الحلقة السابقة جاء للإمام علي قال له كيف تذهب، هذه مالتنا، هاي مالتك أنت، لازم تصير خليفة، وأمرني هسه أملأ لك الصحراء رجالا وخيولا وسيوفا. قال لا يا أبا سفيان اذهب، هذه فتنة، تريد نتقاتل يعني احنا المسلمين على هذا؟ لا نحن مسلمون، وانتهى الموضوع. لا سيء لا هذا ولا فتنة، لا أتريد أن يعني أشق عصا والذي أوصاني به رسول الله أن أحافظ على وحدة الإسلام والمسلمين، تريد نتقاتل على مود السلطة؟ لا اذهب يعني. فالصحابة الأوائل كانوا حريصين جدا يعني، وهذا طبعا تنبأ به الرسول. عندما يعرف الرسول ملهم من الله، فمرة سأل أبو ذر الغفاري قال له يا أبا ذر لو رأيت الولاة لا يحكمون بشرع الله ويستحوذون على الفيء فماذا تفعل؟ قال والله أحمل سيفي عليهم وأقاتلهم. فقال له رسول لا تفعل يا أبا ذر، عدني ألا تفعل وانتظر حتى تلقاني، لا تشيل سيفك، حتى لو شفتهم منحرفين. وشفت البعض الولاة حصلت في زمن الأموي طبعا، عاش أبو ذر إلى فترة يعني سيطرة الأمويين على الحكم في فترة الخليفة عثمان، استغلوا طيبة عثمان وكبر سنه وجاءوا أقاربهم من الأمويين وسيطروا مروان بن الحكم وغيره، وبالتالي حصلت أشياء كثيرة. وذلك أبو ذر كان معارضا، ولكن معارضا باللسان، لم يكن معارضا بالسيف. ولهذا كثير من المسلمين جاءوا لأبي ذر قال له فنعل الثورة، قال لا، حذرني حبيبي رسول الله أن لا أحمل سيفا، المعارضة يجب أن تكون باللسان، معارضة مدنية، معارضة سلمية. ولهذا كانت معارضة، توجد معارضة في صدر الإسلام، معارضة سلمية، وتوجد معارضة أخرى بانعزال شوي يعني، وأكو معارضة بالصمت، الإمام علي كان يعارضه بالصمت في البداية، ولكن سرعان ما ساهم، عندما تحتاج الدولة الإسلامية رأيا كان يأتي، عندما تريد الدولة الإسلامية شيء كان يأتي ويشارك بكل قوة، يشارك بالحروب يعني وبالرأي وبكل شيء، لأن هذه دولتهم، هي مو دولة غريبة يعني، هم مو نزاع سلطة،
اطلاقا يعني. لا تفسروها يعني، البعض الان يفسرها هو انه كانما المعارضة خسرت السلطة فعليها أن تمارس هذا الإسقاط. لا لا، ما كانت هيك، لم تكن هكذا، كانت وجهة نظر، ولكنهم كل كانوا حريصين على بيضة الإسلام، على ذبنة الإسلام، والكل كانوا يسعون لذلك رغم اختلاف آرائهم يعني آراء. والإمام علي كان له وجهة نظر، وذلك كانت في البداية الإمام علي منعزل، ولكن عندما توفى رسوله مباشرة جاء بالقرآن وقالوا هذا القرآن، قالوا لا احنا عدنا نسخ من عند، قالوا لكنهم بيوب يعني حسب الله. وذلك بعد ذلك هم لم يسيروا إلا على القرآن اللي جاء به الإمام علي، يعني لأنه الإمام علي هو كاتب الوحي الأساسي. هاي عفونا مال معاوية كاتب الوحي، هاي هاي كذوبة، هاي أي وحي، أي وحي إخوان، أي وحي، أي وحي كتبه معاوية. معاوية من الطلقاء، الرسول دخل مكة 10 هجرية، ورا فترة اجى هو بأم هند وأسلموا يعني، وقال لهم اذهبوا انكم طلقاء. فشو وقت بعد صار كاتب وحي؟ وكم مرة نزل الوحي على رسول الله من فتح مكة إلى وفاة الرسول؟ هي أشهر. المعاوية كان كاتب لبعض رسائل الرسول، الرسول كلفه ببعض رسائل يكتبها. شو اللي بعد كاتب الوحي؟ يعني فذول المؤمنين اللي عاشوا سنوات 20 سنة و 23 سنة مع الرسول ويكتبون الوحي، طبعا هو الكاتب الوحي 95% كان كتبها علي بن أبي طالب طبعا، ولكن في المدينة الرسول اعتمد على بعض في بعض السور في بعض الآيات، ولكن أغلبية القرآن كتبه علي بن أبي طالب. فمتى أصبح معاوية كاتب؟ وذلك أقولها للمرة المليار، أعطوني الآية التي كتبها معاوية بن أبي سفيان. ماكو. كل اللي يحكوا لي خالي المؤمنين وكاتب الوحي، من توصل قضية أي آية ما حد يتكلم، لأن لا أحد يجرؤ. أعطوني أي آية، وينها؟ يا آية، يا آية كتبها معاوية. إخوان يعني شنو التدليس؟ أمويين اشتغلوا، هذه المرة المليون أقولها. أمويين اشتغلوا على تزييف. ولذلك عفوا، ولذلك الـ 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 حتى المعارضة، أبو ذر أيضا كان حريص على الدولة الإسلامية، رغم أنه كان معارضا، وكان معارضا قويا لعثمان بن عفان، يعني ليس لشخص عثمان بل لكن جمهور أقاربه الذين سيطروا على السلطة، وصارت معارضة قوية في زمن عثمان. المصريين ثاروا، البصريين ثاروا، أهل المدينة كانوا متململين، وذلك اجتمعوا الثوار المصريين 10,000 واحد والبصريين، وجاءوا للمدينة وحصلت حادثة اغتيال الخليفة الثالث عثمان بن عفان، ولم يخرج الجيش في المدينة لمقاومة الثوار ولا واحد. فذلك كانت يعني انهيار بالدولة، الأمويين سووا انهيار لأنه رتبوا الأمور. معاوية رتب أموره، مروان هيئ الأمور لمعاوية ورتب الأمور بالشام وسيطر وأخذ نص البلاد الإسلامية، والولاة الآخرين كانوا أيضا تابعين لمعاوية، وخلاص الأمور ترتبت بعد يعني بوجود الخليفة عثمان أو بعدم وجوده. هم يجي أي واحد معاوية يعلن العصيان ويسقط الدولة وخلاص، عنده جيش بالشام وعنده فلوس، نص الفيء الشام كانت في زمن عثمان لمعاوية، الشام كانت من مصر إلى أرمينيا، نص العالم الإسلامي برجال كثيرين، ولذلك رتبوا خلاص يعني. وذلك حصلت عملية الفتنة ومقتل الخليفة عثمان من قبل الثائرين وغيرها. فالعالم الإسلامي أو الدولة الإسلامية صارت مسار بعيد بعيد. جاء الإمام علي الآن بعد مقتل الخليفة الثالث عثمان، وجاءوا المسلمين وتوسلوا بعلي، يا بتعرس الخليفة، قال لهم والله لا أكفوني عنها، يعني قال لهم جيتوني كالطفل الرضيع اللي بعيد عن حضن أمه، شلون يجي ملتصق بها؟ أنتوا جيتوني هيجي وأنا رافض، ما أريدها، ما أريد الخلافة.
بعد ذلك قبل الإمام علي وحصلت المشاكل الكثيرة. سأكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك مرة أخرى عزيزي المشاهد، نكمل الحديث اليوم عن استشهاد الإمام علي عليه السلام، وقلنا بأنها الانطافة الأكبر في التاريخ الإسلامي، لأنه تحدثنا في الفصل الأول أن الإسلام قد سار مسارا آخر بعد وفاة الرسول، وجاء الإمام علي هي الفرصة الأخيرة لكي يعود الإسلام إلى مساره الطبيعي. تغيرت أشياء كثيرة، أشياء كثيرة تغيرت يعني بقصد أو بدون قصد. يعني الصحابة الأجلاء طبعا رضوان الله عليهم بذلوا جهودا كبيرة، ولكن طبعا الخلافات كانت موجودة يعني وأثرت، حتى أن طبيعة الصلاة تغيرت. يعني يتكلم واحد من الصحابة اسمه عمران بن الحصين، عمران بن الحصين جاء بعد معركة الجمل يعني حوالي 37 هجرية، وصلى خلف الإمام علي، قال والله اليوم صليت صلاة رسول الله. قال هو كيف؟ قال إننا بدأنا ننسى كثير من الأشياء في صلاة رسول الله. قال وكيف؟ قالوا مثلا الإمام علي يقول عندما يزد الله أكبر، عندما يقول الله أكبر وغيرها من الأشياء، وحتى طبيعة الصلاة ولا. قال هذه ما كنا نصليها مع رسول الله. حصلت أشياء تغيير أخرى يعني. هذا ما يقوله أبو هريرة. أبو هريرة يقول أبو هريرة أنه، وهذا مذكور في البخاري، كان أن الناس يصلوا نوعين، صلف صلاة بني هاشم وصلاة غيرهم. قالوا وما هي صلاة بني هاشم؟ قال صلاة رسول الله، فيها تكبيرة وفيها أشياء، يعني هذه الممارسة. فكان هناك صلاة تسمى صلاة الهاشميين، يسميها أبو هريرة صلاة الهاشميين. يعني هذه مذكورة في البخاري، ويذكرها أبو هريرة، ويذكرها أيضا عمران بن الحصين. بدأنا ننسى أشياء كثيرة يعني. قالوا ومن يعني متى بدأ التغيير؟ أحد الصحابة سأل أبو هريرة. أبو هريرة مات 57 هجرية يعني، قبل ما يموت معاوية بثلاث سنوات يعني، ومات بعد الإمام علي ب 17 سنة يعني. قالوا حصلت بزمن كذا، قال فلان يعني، قال إنه بدأ التغيير في الصلاة. وبالتالي الإمام علي استمر على نفس الصيغة التي كان يمارسها الرسول. قال كيف ما رأيتمون أصلي صلوا. فأبو الحسن كان يصلي نفس الصلاة. صارت يعني أشياء للأسف طبعا هذا قد يكون لا نعم صارت اختلافات، هذا كسر تلاحظوا هسه، واحد يقول لك الرسول كان هذا، واحد يقول لك اختلافات، مو صارت كثيرة جدا. هذه بدأت منذ أيام الخلافات الخلافة يعني. وبالتالي أبو الحسن أراد أن يعيد شيئا من الممارسات والتقصية، ولكن طبعا الاغتيال طبعا واستشهاد الإمام علي قضى على هذه الفرصة الأخيرة. وتلاحظون حصل انهيار كبير جدا بعد استشهاد الإمام علي، خلاص معاوية بعد صار هو القوة الأكبر. طبعا الخوارج هؤلاء الناس يعني الرسول طالب بمقاتلتهم، قال هؤلاء الماكثين والقاصدين والمارقين، دول مارقين كان يجب أن تقاتلوهم. الرسول طالب بقتالهم، ولكن هؤلاء تلاحظون ناس فوضويين يعني، أرادوا أن قالوا بأنه لكي نستلم نغير المسار في تصورهم، ما عندهم مسار خاص. صارت آراء الخوارج، صار عندهم رأي، الأمويين عندهم خط،
الهاشميين لديهم خط آخر يسير على نهج الرسول وغيرها. هنالك أشياء كثيرة حصلت، يعني تغيرات. أبو الحسن كان هو الفرصة الأخيرة لإنقاذ. ولذلك تلاحظون هناك نقطة، استشهاد الإمام علي هو اللي جعل استشهاد الإمام الحسين، لأنه الإمام علي لو مستمر كان كثير من الأشياء أصلحت، وكان قادرا أن يقضي على معاوية. من معاوية؟ من معاوية؟ من معاوية؟ كان الإمام علي قادر على أن يقضي عليه، إذا مو بصفين، غير بصفين راه وصلوا الخيمة مالته، وصلوا الخيمة معاوية، بعدين سوى هاي العملية الكذوبة ماله رفع الرماح على المصاحف، وكان سيسقط حتما. ولهذا استشهاد الإمام علي جعل كفة الانهيار الأكبر تبرز، وهو بروز معاوية والشام وغيرها، واستشهد الإمام علي عليه السلام. ومعاوية اشترى الدنيا بالرشا. ولذلك بقى الانهيار، الإمام علي كان فرصة الأخيرة لإيقاف الانهيار، لكن استشهد الإمام علي لا. كرة الثلج، تلاحظون كرة الثلج اللي تسقط من جبل الثلج تبتدأ بسيطة، ولكن في مسارها وتدحرجها تجمع حولها أيضا جليدا آخر، فعندما تصل إلى الوادي تصل كبيرة جدا، فكانت كرة الجليد تتدحرج، وصلت إلى حد الإمام الحسين قال كلا خلاص، يجب أن يكون هنالك فداء، فداء لإنقاذ. ذلك استشهاد الإخوان، وذلك ويج واحد سذج لعد ليش طلع على الحسين، مو كان قاعد وهذا وش اسمه هو الأشياء. هي الأمور هكذا تقاس إخوان، يعني هؤلاء ناس أصحاب رسالة وأصحاب وصايا وأصحاب دولة أئمة، يعني دولة عندهم مسؤولية إلهية ربانية، شنو هذا مسارهم؟ الإمام الحسين شاف خلاص ما غير إلا الاستشهاد. وذلك شوف قضية استشهاد الإمام الحسين جلجلت الدنيا، أوقفت، خلت الأمة تصح، احنا وين رايحين؟ شنو الموضوع؟ شنو حفيد الرسول يذبح؟ شنو الحسين يذبح وتجيبون راسه وتفرفرون به وبنات رسول الله جايبيهن سبا؟ شنو الموضوع؟ وين وصلنا؟ شنو القضية؟ ذني مو الذي طهرهم الله وأبعد عنهم الرجس؟ شنو جايبيهم الدمشق ماشي جايبيهم؟ شنو الحسين يجيبون الراس ماله؟ فشيء مهول. وحاول أن يعيد جزء أن أكثر من العباسيين التفوا، وظلت ثورات الثورات الإسلامية يوميا ثورة على الأمويين لحد ما خلخلوه العباسيين، شالوا راية ثارات الحسين والرضا من آل محمد، وخلاص باسم الحسين وباسم الهاشميين وباسم العلويين وباسم الحسين استلموا السلطة. أول يوم دخلوا الكوفة، دخلوا لها بدلوا السواد، صاروا رافعين الخضار، قالوا شنو الخضار؟ شنو علويين؟ احنا عباسيين، لبسوا السواد فاتوا. خلاص دولة عباسية، ماكو حسين، ماكو علي، ماكو شنو، روحوا رأسا كلابس مباشرة انقلاب. قبلها يا ثارات الحسين، الرضا من آل محمد وغيرها، ولا هذا وفلان شيء ولا هذا، وبعدين مباشرة والولاء لأئمة آل البيت الباقر الصادق وغيرها، هذا كله بالبداية ولاء للباقر، وخلاص يعني هذا أخذنا الراية ومباركة، لم يكن مع السيف لا الباقر ولا الصادق، ولكنهم كانوا يدعون أنهم أخذوا يدعون باطلا يعني، وعاهدوا على أن يكونهم يعني يقيموا دولة إسلامية حقيقية. مباشرة هم دخلوا الكوفة غيروا. فإذا المسار تلاحظون أكو قضايا سياسية أخوان، هاي سلطة، فلوس، جاه، ملك، هذا يتقاتلون عليه ناس، تشوفون هسه أنتم، ونفس الشعارات تلاحظون هسه، تلاحظون الآن مو نفس الشعارات، واحنا وشنو والحسين وعلي وشنو وهذا،
وذلك يقولون احنا همات كذا واحنا مثلا اتباع الصحابه وما شو نفسه بس بالسلطه العراقيه يعني. البعض منهم يرفعون رايه الصحابه ورايه الرسول ورايه الامام علي، هذا الثنين يعني شنو شنو الفرق؟ شنو الفرق؟ وتشوف هذا يحشي لي بالمكون ورافع رايه الاسلام وذاك يحشي لي بالمكون والباقي كله ان انزلناه في الجيب. القصد انه الانسان النفس اماره بالسوء. لذلك الامام علي الحقيقه كان فرصه اخيره لاصلاح الوضع، ولهذا مما اضطر الى الامام الحسين ان يخرج بدمه. اكو ارتباط، الامام علي كان يمثل المشروع الروحي والانساني والموضوع. قد يقول قائل الإمام علي ما عنده مشروع، من قال هذا؟ شوفوا كل الخلفاء منو عنده مشروع للحكم ناضج وفيه الإنسان وفيه الإيمان وفيه القرآن؟ شوفوا شرعته إلى مالك الأشتر. من الخلفاء السابقين أوجد شرعة كشرعة علي لمالك الأشتر؟ أو النظام الحكم الديمقراطي الذي أوجده الديمقراطية الإسلامية، طبعا ليس الديمقراطية الليبرالية الغربية، لا، الديمقراطية المواطن، حرية الإنسان، كرامة، ديمقراطية الكرامة، كرامة الإنسان حتى لو كان مؤمن مسيحي يهودي، ما دام عايش وياك تعامله بإنسانية. الناس صنفان، أما أخ لك في الدين أو صنوك أو نظيرك في الخلق. دولة يبعثها الى المالك الاشتر الى مصر، يقول له هذه، طبعا على فكره عندما راح مالك الاشتر، طبعا هاي اخوان ترى اكو هاي الزعاطيط بدها تكتب كيفها اخوان. مصر من كانت في زمن ابو بكر وعمر وعلي كانت اغلبيتها مسيحيه، ما كانوا كلهم مسلمين. هاي اكو معسكر وشويه فسطاط وما ادري منه، الباقيين اسكندريه والما ادري ايش والجن واسوان، هاي كلها مسيح مسيح. بعض الجيوب الإسلامية أغلبية الشعب مسيح مسيح. الشام معاوية من كان هناك أغلبية الشعب كان مسيح، أغلب جزء من الجيش معاوية كان مسيحي، الإمام علي كان في الكوفة جزء من الشعب كانوا نصارى، الحيرة كانت نصرانية، كانت عاصمة يعني العراق تعتبر دولة الحيرة، دولة المناذرة، مسيح نصرانيين نصارى، المدائن كانت نصارى اغلبيتها بها مجوس وبها نصارى، من جو المسلمين وحكموا بعد معركه القادسيه مو كلهم مسلمين، بهم مجوس يعني ديانه قديمه وبهم نصارى. وذلك تلاحظون اكو كنيسه كوخه اللي كنيسه الان موجوده، يعني هي مو بسلمى باكر الان صارت بالدوره لان النهر غير مجرى، كوخه في القرن الاول الميلادي يعني بعد وفاة المسيح بسنوات بسيطة، وتعد ثاني كنيسة بالعالم بعد كنيسة المهد. يعني كانوا مسيحيين يعني. فقال له أنت تروح شعب مو كله مسلمين، وذولا رعيتك يجب أن إرضائهم قبل إرضاء معيتك، وهم مسيحيين، وذولا الناس مرت عليهم دول، يقول لمالك مرت عليهم دول وعاشوا تجارب وغيرها وغيرها وغيرها، فكل الأفضل حكمهم الإغريق، حكمهم الرومان، حكمهم هذا، فكل واحد حكمهم بطريقة الخاصة، فأنت أحكمهم بالأفضل لمصلحتهم، إرضاء الرعية قبل إرضاء المحكومين، لا تقرب أحد من أقاربك، أحكم لها. قرب يعني حتى شوف الشرعة اللي أوجدها الإمام علي، كل شيء فيها، اختيار الشرطة، اختيار المدراء العامين، اختيار المسؤولين عن الضرائب، عن الري، عن القضاء، نظام دولة كامل متكامل. يقول لك والله الإمام علي ما كان عنده نظر، بالعكس الإمام علي لو باقي الله شاء وما شاء فعل، كان ممكن هذا النظام يطبق في مصر ويطبق في دول أخرى ويطبق. هذا من معاوية؟ معاوية من معاوية؟ دولة الجور والجنس والجواري والما ادري ايش والهذا والقصور، منو؟ سرعان ما تعود النهضة الإسلامية، تعود الروح الإسلامية. ودعا ذلك في زمن الإمام علي، ليش الجيوش الإمام علي
ولا جيش من جيوش الإمام علي انكسر. كل المعارك اللي خاضها الإمام علي بجيشه العراقي كلهم انتصر بها، انتصر في الجمل، انتصر في النهروان، وانتصر في صفين، وما أشرس هاي المعارك. على فكرة هو لو مواجه الروم مواجه الفرس يمكن ما كان بقوة صفين وغيرها، هذول يرفعون نفس الرايات، هم ترفعون لا إله إلا الله وما أدري شنو، عملية صعبة. لكن مع ذلك لم ينكسر جيش الإمام علي أبدا، ولم يكسر جيش العراق. يجي والله العراقيين خذلوا الإمام، أي خذلان؟ أي خذلان؟ الإمام علي قاتل بمن؟ قاتل بمحركة الجمل، قاتل بمن؟ مو بالعراقيين؟ قاتل الخوارج، قاتل بمن؟ مو بالعراقيين؟ قاتل بصفين ووصلوا لخيمة معاوية ذبحوهم ذبح، مو بالعراقيين؟ العراقيين هذا مو معناها مؤمنين وصناديد، حتى أن مالك بن الأشتر كان يقول أنا السيف العراقي، كان يشتري يقول إحنا العراقيين، إحنا قدها هذا سيوفنا. فالعراقيين وقفوا مع وسوى نموذج رائع، وكان يعرف معاوية وعمرو بن العاص أن وصول مالك بن الأشتر إلى مصر سيغير الوضع، سيغير المعادلة، سيخلق نموذجا آخرا شبيها في الكوفة، وبالتالي يجد له الأتباع والمحبين وغيرها، وبالتالي ستكون الشام بين كماشتين، مصر والعراق وبنصها الشام، تنتهي. ما يقدر يقاتل معاوية بجيشين، ما كان يقدر يقاوم، والمدينة كانت مع الإمام علي. يعني هاي قضية وجود معاوية كانت تنتهي بسنوات يعني، ويعود الوضع ويبقى الخليفة الوصي الإمام الذي يسير، وكان أصلح جزء منها، لكن ما شاء الله فعل كما قلنا. ولهذا عملية اغتيال الإمام علي كانت عملية فيها كسر الإسلام، كسر ظهر الإسلام في مقتل الإمام علي، لأن كانت فرصة تريد لملمة وتصحيح الوضع. كان هناك مشروع أخوان، مشروع أيديولوجي إسلامي، هو مشروع الإمام علي، مشروع الوصي الذي الله أراده الله ورسوله. الرسول قال تركت فيكم الثقلين، كتاب الله وعترة آل بيتي، يعني أنت مسكت بها لن تضلوا أبدا، كتاب الله وعترتي، ذول هم ثقلين، ذول تسير بهم. فالإمام علي كان يوثر الثقل عترتي والكتاب، وهو أقرب الناس إلى الكتاب، ولذلك كان ممكن الأمور تسير مسيرة أخرى. لكن الله سبحانه وتعالى يقول يعني ما معناها لا يمكن أن يحاسب الناس إلا بعد أن يفتنهم، يعني جربهم. وهذه هي الله سبحانه وتعالى يترك العنان لعقل الإنسان، لغرائز الإنسان وغيرها، ويشوفه يعني يصلح الحال لو ما يصلح الحال، يصير على الصراط المستقيم لو ما يصير، بالآخرة الله يحاسب. طبعا سأكمل الحديث بعد هذا الفاصل. في هذا اليوم طبعا أبي الحسن عليه السلام مسجى بعد إصابته بذلك السيف الشاذ المنحرف الخبيث الذي أصابه قبل يومين. تلاحظون دليل أن أبا الحسن عليه السلام ملهم من الله، يعني لديه شيء من قبس النبوة. النبوة تركت في نفسية الإمام علي شيئا عظيما وكبيرا، ولذلك كان أبا الحسن اليوم رغم أن السيف قد وصل إلى المخ، يعني الطبيب الذي جابوه النصراني إلى لكي يشاهد الجرح الإمام عليه السلام قال إن الخليفة لن يبقى أياما طويلة، فإن السيف قد وصل إلى المخ. تصوروا إنسان يوصل السيف للمخ، يعني ويبقى واعي وينصح الناس. تلاحظون الآن إحنا هسه أي واحد يوقع نوديه المستشفى يقول له ارتجاج بالمخ. شو ارتجاج بالمخ؟ أي ضربة، أي طخة الآن بالجمجمة المخ شوي يرتج، هيك يرتج داخل، يعني لا تنكسر الجمجمة ولا شيء. هاي أول نسوي إغماءه
تخيل إنسان يفقد الوعي لفترة، تخيل إنسان مو طبيعي لفترة طويلة، عيونه ما يقدر يشوف بها، وبالتالي طيب مو طبيعي يعني عقله يبقى أيام، يسموه ارتجاج بالمخ. هاي تلاحظون نوبات احنا نسقط الطبيعي رأسا كنت بك ارتجاج بالمخ، نشوفها نوبات حياتنا ضربة عادية يعني سقوط بايسكل، تضربت حائط، وقعت من الدرج، هذا طبيعية، ارتجاج في المخ، يعني مو كسرة جمجمة ولا شيء، ارتجاج. تصوروا سيف يكسر الجمجمة، يكسر الجمجمة ويصل إلى المخ. ومع ذلك علي بن أبي طالب عليه السلام كان واعيا، وأول شيء أول شيء أبي الحسن عليه السلام يقوله، طبعا يقول كلمة اللي الآن هي تهز الدنيا، فزت ورب الكعبة. هذه الكلمة العظيمة التي لم يقلها الإمام علي في أي واقع، لن في أي انتصار، عندما قتل عمرو بن ود العامر، عندما فتح خيبر، عندما لم يقل فزت ورب الكعبة. لكن تلاحظ عندما ضرب وهو في المسجد قال فزت ورب الكعبة. هنالك قدرة عقلية، الإنسان يضرب، تلاحظون أن الإنسان يعني أي شيء يفقد الوعي، في نفس اللحظة التي يضرب بها الإمام علي ويصل السيف إلى المخ، تلاحظ يقول فزت ورب الكعبة. وأول شيء يوصي به هو لا تؤذوا هذا الرجل، اطعموه من طعامكم ولا توثقوه ولا تؤذوه ولا أي شيء. هذا رجل إن نجوت منها فأنا له، وإن مت بها فضربة بضربة لا تمثل به ولا شيء، ضربة واحد خاطر ما يتعذب. تصور أنه رجل مضروب في رأسه ويفكر أول شيء يفكر بقاتله بضاربه بالإنسان الذي يعني الإنسان عندما يضرب أول شيء يفكر به هو الألم، كيف يتخلص من الألم، كيف يتجاوز الألم. لكن الإمام علي تلاحظ لم يفكر لا بنفسه ولا بأي شيء ولا بهذا، فكر بهذا الإنسان، لأن الإمام علي عليه السلام يريد أن يكون نموذجا. علي لا يفكر بالدنيا، علي يفكر دائما بالله وبالآخرة، لديه معيار، معيار علي هو الله، معيار علي هو الآخرة، معيار علي الصح المطلق الإلهي، لا توجد فيه أي هنة شخصية، لا يفكر بقضية شخصية إطلاقا، عمره هو لم يفكر بهذا، وتجربته أبدا لم يجعل في نفسه شيء. أحد المشركين سقط وأراد أن يجز عليه، فقبل أن يهوي عليه بسق بوجهه الشريفة، فترك الإمام علي، قام قال له لماذا؟ قال خفت أن تكون ضربتي ردة فعل، يعني مسألة شخصية صار بها، لأنه تفعل علي، وبالتالي أنا راح أضربه ضربة بها أقوى من الطبيعية، وراح تكون ليست خالصة، أنا أريدها لله خالصة. أي إنسان هذا الذي يفكر بهذه الطريقة؟ رمز للعدل، كان يخصف نعله، كان يبيع، يأخذ من بيت المال درهما ويشتري خوصا ويعمل ويبيعه، حاله حال أي مواطن آخر، ولا يأخذ. بينما علي بن أبي طالب عطاؤه هو أعلى عطاء، لأنه أول من أسلم وأقرب الناس للرسول، عطاه على هذا الشيء. من أجل الإمام علي قال أوقفوها، لا يوجد راتب على حسب القربة من رسول الله، ولا يوجد راتب على أساس الأولية بالإسلام. الخليفة عمر سن قانون أنه العطاء أي الراتب اللي يعطوه للمسلم يزداد كلما كان قربة للإمام للرسول، وكل ما كان من المؤمنين الأوائل. علي أول المؤمنين، وعلي أقرب الناس لرسول الله، فكان راتب أكثر شيء، ولكنه كان لا يأخذه. عندما أصبح علي خليفة قال لا ألغوه، لا أنتم كلكم سواسية،
جاءوا بعض الصحابة ولكننا نحن نسلم، قال لهم لا تمنوا إسلامكم علي، أنتم أسلمتم لله لكم للآخرة، هذا عطاء للفقراء، أنتم تأخذون ما, 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 ما يكفيكم، ليش تبنون قصور، ليش تصيرون متميزين عن الناس، لا تميز. وذلك أبو الحسن أوجد نموذج حتى في الضريبة، كانت الضريبة واحدة، الآن أصبحت ضريبة في زمن علي الله، تشوف الظرف، كان مطر ماكو مطر، الأرض اللي كان يزرعها هذا الفلاح بها مي بعيدة قريبة، المادة اللي يزرعها أيضا، كل هذه تحسب ويختلف الضريبة وتأخذ الخراج حسب أولا وجفرة الماء، خصوبة الأرض، قربها من النهر، المادة التي تباع، والظرف الجغرافي، والمطر الذي كان في تلك السنة، كل هذه الأمور تحسب ثم تأخذ الضريبة، يعني أدق من أدق من الضرائب الآن بالوقت الحاضر. أبو الحسن قال لا، لا تظلم الناس، الحق حق. وذلك أوجد نموذج أبو الحسن عليه السلام، أوجد نموذجا إسلاميا رائعا، إسلام علي إخوان مو إسلام الأمويين، إسلام علي مو إسلام السيف طب هذا وجيب مرتك وخذوها يلا جارية روح، راح قتلوه جيبوا مرته يلا اخذوها بالليل، نفس ماكو شيء، ماكو رئيس يأخذون العالم جواري في نفس الليلة، أبو الحسن ليس لديه هكذا، خلاص أنت تحاججهم بالإسلام وإن قاتلوا قاتلهم، أما رأسا طب عليهم وتعالوا جيبوا نسوانكم والله يابا سبايا وأسارة، هذا شيء كان يرفضه علي بن أبي طالب، لذلك علي لم يباشر بهكذا غزوات، لم يغزو علي بن أبي طالب غزوة ظالمة إلا بما يرضي الله، حتى عندما صارت الردة قالوا لأبي بكر لعلي رأي، قال ما هو رأيه؟ قال لا نقاتل الناس كلهم، المؤمنين لا ما نقاتلهم، اللي وشو مو كلهم ارتدوا، البعض قال لا أنا ما أنطي الزكاة لقريش، أنا عندي فقراء، أنا كبير قبيلتي، أنا عندي فقراء أخذ من الأغنياء وزع الفقراء، ماكو هذا النظام السابق، كان محمد النبي أنا أرسل له هو يوزع، الآن محمد مات أنا مسلم وأنا رئيس عشيرة ما أنطي لهذا، فهذول من قاتلهم. فقالوا له لا إذا لا، إذا لعلي رأي، هذا رأي خرب لنا الشغل، هذا احنا لازم كلهم نخضعهم يعني. فذلك الإمام علي قال لا، لا تقاتلوا الناس المؤمنين، لا تقاتلوا، قاتلوا الذين ارتدوا عن الإسلام ورفعوا السيف عليكم، حتى لو كان ارتد وهرب ما تقاتلوا، هذا اللي ارتد وقاتلكم قاتلوه، وسيف الكذاب كان كافرا ورافضا للإسلام وأدعى النبوة في زمن الرسول، لأن هو الذي سمى الكذاب ورفع السيف على الدولة الإسلامية، نعم قالهم قاتلوا، وخيرة صحابته قاتلوا في جيش اليمامة اللي ذهب لليمامة عمر بن ياسر وغيرها وغيرها. فذلك علي بن أبي طالب كان له مقياس، ومحمد هذا الإنسان نموذج، يقول لك أنتوا ليش تحبون علي؟ إخوان إحنا نحب علي لأنه ابن عم محمد، نحب علي لأنه يسير على نهج محمد، نحب علي لأنه النموذج العلمي للإنسان وللدولة وللحق وللقانون ولكل شيء هو علي بن أبي طالب، النموذج للريدة من الإسلام موجود بعلي بن أبي طالب، الإيمان للريدة من الإسلام موجود بعلي بن أبي طالب، الحق للريدة بالإسلام موجود بعلي بن أبي طالب، أي شيء نريده في الإسلام نحن ليش آمنا بالإسلام؟ ليش مسلمين احنا؟ غير لأنه أكو في أشياء معينة نحن نريدها منه وهو يريدها منا وبالتالي أصبحنا مسلمين، كلها نجدها في علي بن أبي طالب، ولكنه ليس نبي، علي وصي، علي يسير على وصايا رسول الله، علي إمام والله رسول، قال الإمام علي، الرسول سمى إمام، ولذلك كان الإمام علي يسمى إمام في حتى في حياة الرسول،
كان يسمى الإمام، الإمام علي. يعني مو قضية الإمام علي صارت بعدين، لا، حتى في الذي أطلق عليه هو الرسول. وبالتالي كلمة الإمام ليس المقصود الإمام يا أمكم، مو شرط، لأنه بعض الأحيان الرسول قال يا أم، خلي مصعب بن عمير أمكم، يعني أشخاص معينين أمكم، لكن إمام في الهدى، في التقوى، في التشريع، في أشياء. ليس المقصود إمام جامع، يعني هذا ما دام أمكم هذا، لا، الإمام علي بالبداية ما كان يخلي، يعني ما كان هو يا أم الناس دائما، وهي من الصحابة أموا المسلمين يعني. فإذا القضية هي ليست قضية الإمام المقصود الذي يأم الناس، لا، الإمام الذي يهتدي الناس به. فعلي إمام في زمن الرسول، ولذلك ما نريده وما نتمناه أن نسير عليه من القرآن ومن محمد نأخذه من علي. هو القرآن الترجمة، هو القرآن الناطق، هو القرآن المتحدث، هو القرآن المتحرك. ولم نجده في شخص آخر، لم نجد أفضل من علي حتى نسير وراءه. هذه ليست طائفية أخوان، إطلاقا ليست طائفية، إطلاقا ليست لها علاقة بالطائفة. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. إسلام إنه هنالك قرآن نزل، وهنالك نبي مرسل، وهنالك فكر أوجده القرآن وأوجده الرسول. من الذي يفسر ويسير ومن يخلق الأيديولوجية الخاصة بالإسلام؟ علي أوجده. تلاحظون لم يبقي شيئا في نهج البلاغة لم يتحدث عنه، وذلك تجدون كل شيء ما تريدونه في الإسلام من حق ومن عدل ومن إيمان ومن صدق ومن عبادة، كلها تسير في علي. ومن لا يسير بنهج علي، أقول بنهج علي، فليعيد النظر. نهج علي هو الإسلام. لكن المهم أنت تعرف إلى نهج علي، مو تجيب لك واحد يعني كيف يحكي، لا لا، علينا أن نجتهد في الوصول إلى نهج علي بن أبي طالب حتى نعرفه ونستشفه ونسير عليه. طبعا هو ناس الآن يقول لك احنا نمشي على ويسوي لي طبر وشنو، هذا هو نهج علي، يعني تضرب نفسك وشنو هذا، وزنجيل وقامة وما ادري شنو، هذا هو هذا نهج علي؟ يعني هذا نهج علي؟ لا، المقصود، انا ما اقصد انه نهج علي تمشي على ما الذين يدعون، لا، انا اقصد نهج علي العلمي، نهجه المبدئي، نهجه الأيديولوجي الذي يجب أن نسير. ولذلك كثير المثقفين تجده لا يمارس الفرائض، ولكن عند إجلال وتقييم واحترام لنهج علي بن أبي طالب. هذا لا تخاف عليه حتى لو كان بعيد، يرجع. ذلك كثير يصير ملحدين، وهذا بعدين يرجع لرجعة علي بن أبي طالب، لرجعة نهج علي، فكر علي، إيمان علي. لا يغركم بعض الناس يطلعون بالتلفزيون والله احنا كنا مؤمنين وهذا، وبعدين هذا وانشيت بفلان حزب وشنو، واحد قذر دفعوا له فلوس أكثر أعلى. بعض الرجال ومن بعضهم الناس الآن هسه خابصين الدنيا بهذا بالمظاهرات وشنو. واحد كان شيخ قذر، كان منتمي إلى حتى يقتل كان بالعالم، صار بعدين قام يحكي لي بالمدنية والهذا واليهود هذا والصهيونية والشنو وهذا، ويحكي لي بالهذا بالحرية الجنسية والهذا والإيمان هذا والانحرافات، وقام يتكلم وتحول، والله أني صحيت للدنيا وأني الآن اكتشفت الحياة لا مو الإسلام. واحد تافه، واحد موجود الآن، رجع 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 عشان هم خابص الدنيا بالظاهرات ومدرشين وشغلات. هذا واحد كان رجل دين، هذا تدفع له فلوس. هذا الشخص في يوم من الايام قبل 20 سنه شفته، قلت لهم هذا، يعني انا قاعد يمه اشوف هاي صاحبتي هاي مدري شنو، قلت لهم هذا لو صادقه وشقراء صهيونيه ثاني يوم يتحول، والله العظيم كما توقعت بعض الاكسارات تحول الى انسان. هذا نموذج يسير على نجعل. هذا فد واحد انتهازي وصولي يبحث عن الملذات الدنيا، وذلك شوف سقط راسا، تحول 180 درجه، الله مسخه في الدنيا قبل الآخرة. قام يحكي لي هسه هذا
الصهيونية أو هذا وحق اليهود هذا والإسلاميين كذا وشنو الشيعة كذا وهذا ويحكي على الحوزة وهذا وشنو هذا كان يحكي والله إحنا ما نقدر نمشي بالشوارع لأنه الميليشيات زين شو رجعت لعد كان يطلع برا 24 ساعة هذا مدفوع للثمن والله ما نقدر نمشي بالشوارع الميليشيات زين شو رجعت هسه شو رجعت وقاعد ببغداد زين وين هالميليشيات اللي تحكي عليها يعني ما أعرف يعني الدفع موجود يعني فذلك هؤلاء الناس لا يعول عليهم هؤلاء الناس نموذج سيء أما نهج علي فقد غطى الدنيا يا أخوان علي بن أبي طالب فكر نير نحن المسلمون ومحبي علي بن أبي طالب قصرنا بحق علي قصرنا كثيرا بحق علي أي والله لم نعطي عليا حقه قلت لكم في المرة السابقة أنه كلمة واحدة ما رأيت قصرا شاهقا إلا وبجانبي حق مضاع هاي تتكون منها الفلسفة الاشتراكية والمادية الديالكتيكية الاشتراكية كارل ماركس لو 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 كان سامع الحكاية هذا قبل كان ألف رأس المال قبل هذه لاحظ الفكر الاشتراكي مبنى على قضية فائض القيمة اللي الإمام علي قالها قبل 1400 سنة فائض القيمة ما رأيت قصرا شاهقا إلا وبجانبه حق المضاع و يعني أيضا مقولات كثيرة للفقراء فقراء حق فيما طرف يعني يملكه الأغنياء وغيرها كلها تأكد بأن هنالك شيء اسمه فائض قيمة هذا الفائض قيمة يذهب لبعض الناس يكبرون والبعض يفقرون هذا الفائض القيمة لو عاد إلى الناس لصار هناك يعني توازن هذه هي نظرية الاشتراكية فأبو الحسن نحتاج أن ندرس نظريته في ذلك نحتاج أن ندرس في علم النفس أنا ألفت كتاب اسمه عليون وأسرار النفس البشرية نحتاج أن ندرس في الاقتصاد ألفت كتاب عليون في الاقتصاد عليون لديه في الفلك الفلك عند علي بن أبي طالب كل شيء لو قرأت نهج البلاغة ستجده سأكمل الحديث بعد هذا الفاصل مرحبا بك عزيزي المشاهد مرة أخرى ونحن نتحدث اليوم عن المصاب الأليم والعظيم الرجل العظيم هذا الذي قضى حياته كلها في الفكر والإيمان والتعبد هذا الذي رفع سيفا كان للحق فقط ولم يرفعه أبدا على الباطل إطلاقا هذا السيف وهذا الرجل الآن مسجى وهو لم يئن من جرح ولم يصرخ بانتقام بل كان يقول يا حسن ويا حسين أوصيكما أن تكونا للظالم خصيم وللمظلوم نصير كانت أولى نصائحه إلى أبنائه هكذا كان أبو الحسن في آخر لحظاته لا يفكر إلا بالعدل والظلم لا يهمه شيء سوى أن يكون هنالك عدل وأي عدل عدل إلهي محمدي علي بن أبي طالب الآن يفارق الحياة هذا الذي لم تبق السيوف والرماح ملمترا واحدا من جسده إلا وجدت فيه ندبة أو طعنة هذا الذي لم يقتل ضعيفا فر من أمامه هذا الذي لم يكن يقاتل على فرس بل كان يقاتل على بغلة وقيل له لماذا يا أبا الحسن قال لأني لا أقاتل بالكر والفر وهو أسلوب العرب يضرب ويهرب فقال إنه لا أحتاج إلى سرعة الفرس حتى أطارد من يهرب من أمامي
فالذي يهرب أتركه، ولا أحتاج أن أهرب من شخص جاء إلي. ولذلك أنا لا أحتاج إلى سرعة أطارد بها فارسا أمامي، ولا أحتاج إلى سرعة أفر بها من فارس كر علي. هذا هو أبو الحسن، كان عندما يأتيه ضعيف في بكل حروبه وفي كل معاركه، كان إذا جاءه ضعيف يضرب سيفه حتى يسقط، وعندما يسقط يضربه بباطن السيف على إليته ويقول له اذهب. أبدا إطلاقا أبو الحسن لم يكن يكر على ضعيف أو متخاذل أو إنسان يريد أو كان مجبرا أو كان مترددا، كان لا يواجه إلا الطغاة، إلا أولئك الذين يحملون حقدا وفكرا يريدون به أن تعلو فيها تلك الرايات التي تمسخ الإنسان وتستعبد الإنسان. علي بن أبي طالب كان يقاتل الظلم، كان يقاتل بسيفه كل شيء لا يسير على النهج القويم أو على نهج رسول الله وقرآنه المجيد. أبو الحسن الآن مسجى يريد أن يواجه ربه، وهو لا يملك إلا تلك الكلمات التي يتقرب بها. علي الذي عاش كل حياته لله ولقرآنه ولدينه كان يبكي في صلاته، كان يبكي كالأطفال وهو يسجد، وكلما فارق السجدة وجدوا الدموع تملأ الأرض. علي لم يكن يسجد على سجادة، كان يسجد على قطعة من التراب، ولذلك كان يسمى بأبي تراب، لأن خير السجود كانت على التراب. فكان دائما وجهه معفر بالتراب، وعندما يفارق الصلاة كانوا يجدون هذا التراب مبللا بدموع أبي الحسن، هذا الذي لم يبقي شيئا في نفسه وغريزته إلا وكانت خالصة لله، يبكي خشية لله وطمعا في المغفرة والتساقا بذلك الخالق العظيم وبرسالته العظيمة وبقرآنه المجيد. أبو الحسن اليوم لا أستطيع أن أكمل، وبذلك أقول لكم شكرا جزيلا وإلى اللقاء معركة حياتي.